أو ربي اللي يقول أحبة رسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال لك ربي ما عندي ما ندير بالرزق تاعكم أنا، هل ربي يحتاج نمدوله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال لكم انتم تحوسوا على الغنى، تحوسوا على المال، تحوسوا على الرزق. قال الله وامر اهلك بالصلاة. ومش انت تجي للجامع وتخلي مرتك وبناتك ما يصليوش، والله وليداتك ما يصليوش، ها مش تنجي نفسك وتحصلهم مساكن. قال الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني الصلاة مش سهلة. ايوا على احبة رسول الله باش تثبت على الصلاة، واذا ثبت على الصلاة فهنيئا لك. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال لك ربي ما قلت لكمش اعطيني ناكل ولا نشرب ولا نصرف، لا نسألك رزقا. الله يرزقك، هو اللي يرزق الله عز وجل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما يدخلوا اهل النار للنار يقول لهم الله وهو اعلم ما سلككم في سقر، علاش دخلتوا للنار؟ ما قالوش لم نكن من المزكين ولم نكن كذا، قالوا لم نكن من المصلين. وربي يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. العلامة ما بين أمة محمد وربهم يوم القيامة هم ساق الرحمن جل جلاله، ربي يكشف لهم على الساق يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المؤمنين يروحوا يسجدوا لأنهم عندهم علامة بينهم وبين الله، إذا رأوا الساق فهي ساق الرحمن فإنهم يسجدون. واللي تركوا الصلاة يجوا يدخلوا مع المؤمنين يجوا يسجدوا، ف تكون ظهورهم كالصفيحة الحديدية، يجي يسجد ما يقدرش. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قبل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الناس رايحة الجامع وقاعد في الطرطوار يقول لهم يا أخي منافقين يا أخي، قاعد فوق السطح ويضحك على الناس، قاعد في التيك توك المؤذن يقول الله أكبر ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذو كل ما قاعد يلعب على روحه يقول لك من صلاة، لا انتم تأمنوا بالصلاة انتم كذا. ناس تضحك. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ناس قاعدة تلعب، ناس قاعدة تلعب مدها الهوى والنفس والشيطان. شوف هذا بنادم هذا او يلعب، نهار اللي تقيسوا حاجه يا ربي شفيني، يا ربي نجح لي وليداتي، نهار تجي المصيبه كل انواع الدعاء يحفظها ويشري حسن المسلم ويشري الدعاء المستجاب يبات يدعي ليل ونهار، نهار اللي يقضي له ربي حاجته يدير هذاك الدعاء ويطيشه. مره كان لم يدعونا الى ضر مسه او الى باساء مسته. لا اله الا الله، انت قاعد تلعب مع ربي؟ الم تعلم بان الله يرى؟ يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. سبحان الله.